مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقه جديده ولقاء جديد بيتجدد من برنامجنا مفاتيح النجاح. طبعا النهارده فقرتي مميزه جدا ومختلفه، علشان هنتكلم عن فضل شهر شعبان وايه فضائل شهر شعبان وكمان فضل ليله النصف من شعبان. هنتكلم النهارده باستفاضه كامله عن هذا الشهر العظيم. وقبل ما ابدا حلقتي احب ارحب النهارده بضيوفي اللي منورني، فضيله القارئ والمبتهل محمد انور، اهلا وسهلا بحضرتك، وفضيله الشيخ مصطفى رمضان والقارئ احمد محمد، اهلا بيكم نورتوني النهارده. في البدايه كده يا فضيله الشيخ، هنبدا حلقتنا بايات من القران الكريم، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ما شاء الله. نرجع بقى لفضيلة الشيخ مصطفى، كلمني بقى عن فضل شهر شعبان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أول ما بنتكلم بنذكر أن
هناك تعظيم للأماكن وهناك أيضا تعظيم للأزمان. فمن ضمن الأزمان التي شرفها الله سبحانه وتعالى وعظمها شهر شعبان. طيب، شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا الإكثار من الصيام في شهر شعبان. وهنا في علة للأمر ده، لما سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله ما أراك تصوم أو تكسر من صيام شهر مثل ما أراك تكسر من صيام شهر شعبان. ماذا كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هنا في مشكلة بتحصل معنا مع كتير من الناس. إحنا عندنا قبل شهر شعبان شهر إيه؟ رجب. شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم، وهو معظم عند الله سبحانه وتعالى، فالناس يعظمون شهر رجب. بعد شهر رجب شهر شعبان، وبعد كده شهر رمضان، الناس كلها بتستعد استعداد رمضان. كبير لشهر رمضان. فأصبح هناك شهرا منسيا ما بين شهر رجب وما بين الشهر رمضان. عشان كده بقى سيدنا النبي الله يفتح عليك، عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حسنا وشجعنا ان احنا ما ننساش الشهر ده، ما نغفلش على الشهر العظيم ده. الله يفتح عليك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هنا بقى لازم ناخد بالنا من حاجة معينة، إن الأعمال تعرض إلى الله سبحانه وتعالى أو تعرض على الله سبحانه وتعالى، في أعمال تعرض بشبه يومي، وأعمال تعرض أسبوعياً، وأعمال تعرض سنويا، عشان الناس تحفظ معانا وتعرف متى تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى. الأعمال اللي بتعرض بشبه يومي، قول النبي صلى الله عليه وسلم ترفع إليه أعمال الليل قبل أعمال النهار، وأعمال النهار قبل أعمال الليل، ده بشبه يومي يا أستاذ أستاذ مي. فده العرض اليومي. طب العرض الأسبوعي، الاثنين والخميس، لما سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يكسر من الصيام في هذين اليومين ماذا قال؟ قال يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فيقول رب العزة عز وجل اغفروا لكل امرئ، فيغفر الله عز وجل لكل امرئ إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقول رب العزة عز وجل انظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى عندنا بقى العرض الأسبوعي هو يوم إيه؟ يوم الاثنين ويوم الخميس. وخد بالك من نقطة مهمة جدا جدا جدا، إن ربنا هيغفر لكل الناس إلا من كانت بينه وبين أخيه بغضاء وشحناء. طبعا. طب يا فضيلة الشيخ أسف على المقاطعة، طب لو في حد شخص مؤذي أو بيأذي غيره هنا، هذا الشخص لن يقبل الله عز وجل عمله، ولن يغفر الله حتى لو كان صام وطلع زكاة، حتى لو كان صام وصلى وكل حاجة. ده في حديث عن سيدنا رسول الله لو سمعوا كتير من الناس، حديث جميل جدا جدا جدا، لما بيسأل الصحابة يقول لهم أتدرون من المفلس؟ فطبعا كل الناس عارفين المفلس هو مين؟ الذي لا يملك شيئا من المال. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصح لهم المعتقد. الصحابة قالوا إيه؟ يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. ده المفهوم اللي عند كثير من ايه؟ من الناس. طب لما سيدنا النبي بقى يصحح المعلومه يقول لهم ايه؟ قال المفلس هو من ياتي يوم القيامه بصلاته وصيامه وصدقته وحجه، ولكنه ياتي وقد شتم هذا، وقد سب هذا، وقد هتك عرض هذا، وقد سفك دم هذا. طب ايه اللي هيحصل له؟ فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. انت شتمت غيرك هياخذ من حسناتك، هتكت عرض غيرك هياخد من حسناتك، تكلمت عن غيرك هياخد من حسناتك. طب لو حسناتك كلها خلصت، شوف سيدنا النبي بيقول ايه؟ فإن فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم ثم يطرح عليه ثم يلقى به في النار. شفت ده جزاء مين؟ اللي بيأذي غيره. اللي بيأذي غيره. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بتعرض عليه الأعمال مرتين في الأسبوع، فيغفر الله عز وجل لجميع خلقه إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. العرض الثالث اللي هو شهر إيه؟ شهر شعبان.
تمام. شهر شعبان قال صلى الله عليه وسلم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا إيه وأنا صائم. تمام ماشي من الشيخ. نرجع بقى لأحمد ونتكلم معك يا أحمد بقى عن بدايتك في القرآن الكريم. كلمني بقى بدأت إمتى في القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام. أنا والله من صغري كده وأنا يعني صوتي كويس ما شاء الله الحمد لله. تمام. دي كانت برضو موهبة عندك ولا حد اكتشفك كده مع نفسك في البيت؟ لا والله ده أنا من وأنا صغير وأنا صوتي كويس الحمد لله، كنت بأذن فقط في المسجد. كانت دي برضو بدايتك من هنا؟ تمام. البداية كانت الأذان فقط، بعد كده كان عندنا عزا في البلد وكده، فبعض الأهل قال لي اطلع اقرأ شوية وكده، فطلعت الحمد لله وكنت موفق جدا. كان ايه بقى شعورك وقتها في بمن دي اول حاجه وتطلع في وسط بقى جمهور، تبقى في فرق بين كده وانت لوحدك في البيت وانت برضو قدام ناس كتير؟ ايوه طبعا وقتها. في القراءه في البيت غير القراءه في العزاءات. ايوه طبعا، ولما بتواجه الجمهور وكده بيبقى صعب شويه وكده يعني. تمام. هتسمعنا ايه بقى دلوقتي؟ ما تيسر من الذكر الحكيم. ماشي اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.
أصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا. كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك بجد. الله ينور عليك. ما شاء الله. نرجع بقى للشيخ مصطفى ونكمل حديثنا عن شهر شعبان. عايزين نتكلم عن فضل ليلة النصف من شعبان. يعني دي أهم حاجة يعني. تمام. طبعا ليلة النصف من شعبان بتتكلم معانا على حاجة جميلة جدا جدا جدا. يمكن نفس الكلام اللي احنا قلناها من شوية. إن الإنسان المؤذي، الإنسان الذي يحمل في قلبه كراهية وبغضاء وحقد وحسد لإخوانه من المسلمين، هذا الإنسان لا يقبل عمله عند الله سبحانه وتعالى. في حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صح من عدة طرق بيتكلم عن ليلة النصف من شعبان. ماذا يقول هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. طبعا الشرك ده ذنب عظيم احنا عارفينه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب والمشاحن؟ فربنا سبحانه وتعالى في تلك الليلة الكريمة المباركة ينظر إلى جميع الخلق ويغفر لجميع الخلق إلا من كان أولا مشركا بالله سبحانه وتعالى، أو من كان يحمل في قلبه بغضاء أو كراهية أو حقد أو حسد لأي واحد من إخوانه المسلمين. طيب إزاي بقى نستغل الليلة دي؟ طيب هذه الليلة أولا نحن إحنا لما بنتكلم بصفة عامة عن شهر شعبان بما فيهم ليلة النصف من شعبان، أولا أن نكسر من الصيام كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكسر من طاعة الله سبحانه وتعالى، أن نكسر من قراءة القرآن الكريم. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ماذا يقول؟ يقول: كان المسلمون إذا أقبل شعبان كبوا على مصاحفهم فقرأوها. كبوا على مصاحفهم فقرأوها. ففي هذه الليلة المباركة يستحب الإكثار من قراءة القرآن الكريم. يستحب الصيام كما قلنا في غالبية أو عامة شهر إيه؟ شهر شعبان، وليس في يوم النصف فقط. تمام؟ يستحب أن نخرج أو أن نصطلح مع إخواننا ممن كانت بيننا وبينهم خصومة. إحنا عايزين الليلة دي لما تيجي تعدي علينا ما يكونش في بينك وبين أي حد خصومة أو حقد أو أي أو حقد أو كراهية. نصفي قلوبنا. طيب. لأن دي طبيعة أهل الجنة. طبيعة أهل الجنة إن هم ربنا بيخرج الغل والحقد والحسد من قلوبهم، وأن أهل الجنة كلهم إخوانا متحابين في الله. فقبل ما تيجي علينا ليلة النصف من شعبان ونعيدها مرارا وتكرارا، علينا أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والكراهية والبغضاء. لماذا؟ حتى إذا نظر الله عز وجل لنا بعين الرحمة يغفر لنا جميعا. وده أحب شيء
في ليلة النصف من شعبان إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. نرجع بقى لفضيلة الشيخ محمد، طبعا هتسمعنا إيه تاني بقى بما إنك بقى موجود معانا النهارده، فنستغلك ونسمع منك حاجة تانية. تمام يا شيخ اتفضل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا واحفظ مصرنا يا رب. يا صاحب الخلق العظيم تحية بالطيب يعبك عطرها فواح المصطفى خير الخلائق كلها تمت بيوم مجيئه الأفراح ماذا أعدد والفضائل جمة جف المداد وكلت الشراح فضل وإحسان وفيض كرامة نصر وفتح رحمة وسماح. يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بشكر حضرتك، للاسف وقت حلقتنا خلص بسرعه وبجد نورتوني النهارده، وان شاء الله لنا حلقات تانية كتير. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، ومن هنا خلصت حلقتنا، وانتظرونا في حلقه جديده. دمتم في رعايه الله.